أبغى أسألك عن فترة من الفترات، الفترة الأخيرة كان في رقابة مالية وفي سقف، صح ولا لا؟ صحيح. قبل كان في سقف بس ما في رقابة مالية. صحيح. هذا بتكلم معاك عنه بعد شوي، ذا بنفصله أبو سقف وبدون رقابة مالية. هذا بنتكلم عنه. أبغى أتكلم معاك عن اللي في لما صار في رقابة مالية وفي سقف وعندك نجم سوبر ستار وتبغى تجدد له وفي سقف وفي ناس تشوف فلوسك الداخل والطالع، ما تبغى تقول اسماء، احترم هذا الموضوع. كيف ممكن الواحد لهذيك الايام يتحايل على النظام اذا كان في تحايل على النظام؟ لو تذكر بيان الاتحاد السعودي اللي طلع بخصوص سقف الرواتب والغاء والمقترحات الثلاثه، ترى هي جت من الفتره هذه، فتره انه في سقف وفي رقابه ماليه. طيب. ولا نشهد في تعاقدات خلينا نقول السوبر ستار، ما صارت في تعاقدات الفتره هذه، الانديه وخلينا نقول اللاعبين وقفوا شوي، وقفوا شوي، اي صارت التعاقدات بعدين اجلوا. طيب انا لو ابغى اتحايل، ايش طرق التحايل هذيك الفتره؟ التحايل بس عشان نكشف الامور للناس، هذيك الفتره كان فيها صعب، كانت محبكه صح، لانه كان في رقابه ماليه جدا من الحوكمه ومن الكفاءه الماليه، وكان ايضا فيها سقف رواتب، وسقف الرواتب تراها مي بس فقط على السقف، ايضا على مميزات السقف. هي السقف ترى موجود من عام 2014، لكن الجد جديد انه السقف ايضا امتد الى المميزات. قال لك اللاعب ما ابغى اجدد وانت تبغى تقعد اللاعب، شو تسوي؟ ما كان لها حل. لانه اول يعني في وجود الرقابه الماليه، حتى المبالغ اللي ما لها سند صرف، الوعود الشرفيه مثلا، اذا كانت وعود شرفيه هذا شيء ثاني، بس الوعود الشرفيه، بس اذا ما كان في سند صرف يدعم مستندات مؤيده للصرف، ولا بيكون عندك مشكله مع الكفاءه الماليه وبيكون عندك مشكله في الحوكمه. طيب لما ما كان في رقابه ماليه وفي سقف، لا الوضع مختلف، ايش يصير؟ اعطيني طرق. لانه ما كان فيها خلينا نقول الرقابه الماليه، ما اقول لك ما في رقابه ماليه تمام، بس الرقابه الماليه ما كانت زي الشدة الآن، متطلب ثابت زي الشدة الآن، في محاسبين قانونيين يمرون عليك ويشوفون الأرقام، فبإمكانك أنك أنت تدفع مبالغ حتى لو كان فيها في السقف، فيها سقف. كيف؟ إما صحيح موضوع، أبسك سؤال سم، وأرجع وأقول ما أبغى أمثل عشان ما أحرجك. صحيح. وأنت وسيط يعني، أنت في المجال. صحيح. صحيح أنه في أندية كانت توقع مع اللاعبين معطينا السقف في العقد ومعطينا معاها عقود صيانة؟ في يعني مو بعقود صيانة، لكن مثلا دعاية وبند، دعاية وبند الدعاية والإعلان، الشيكات، مكافآت، في بند دعاية وإعلان يحط فيه الرقم اللي يبيه، الرقم اللي يبيه. طيب وعقود، في لعيبة صار لهم عقود صيانة في يوم من الأيام؟ سمعت سمعت, سمعت. يعني مو أنا بالحالة اللي سمعت، يعني يعطون اللاعب سقف الرواتب ومعاه عقد صيانة. بس أكثر شيء كانت الفترة اللي راحت هي الدعاية والإعلان. عقد صيانة للنادي ولا لا 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 لا، مو بصيانه، هي تشغيل، بنو تشغيل، يعطيك بند تشغيل، يعني يعطيك بس كذا شيء يصرف منه فلوس. اي ومثل ما صارت الدعايه والاعلان، في دعايه واعلان، ما شفنا دعايه واعلان، ما سوى اللاعب ولا دعايه ويطق له 9 8 15 مليون عندها السقف ومعها 14 مليون دعايه واعلان. صارت تصير تصير مع الانديه. اليوم النظام اللي موجود ضبط هذه الامور؟ ضبط جدا، لانه وضع نسبه معينه 15% من قيمه الدعايه والاعلان، حتى المكافآت. اول كانت المكافآت على سبيل المثال راتب اللاعب. ابقطعك معليش، الفيحة اعلن عن انه اخذ علي الزقعان 3.5 سنوات، يعني في اخر الدقائق، يعني مثلا كان يكون راتب اللاعب 1.8 مليون اي في السنه، والمكافآت ضعف المبلغ، المكافآت ضعف المبلغ الأساسي. هذه كانت تصير، جت لجنة الاحتراف شافت هذا الأمر، وضعت نسبة 20%، وضعت نسبة 15% على موضوع مكافآت والدعاية والإعلان، حيث أنها ضبطتها. وهذه الفترة اللي طلعت أصوات الأندية وطلع المقترحات الثلاثة اللي طالبوا في إلغاء سقف الرواتب أو المركز المالي أو غيرها. اليوم في ناس تطالب باللعب المالي النظيف، حلو؟ اشرح لنا يا هذا، اشرح لنا يا مشاهدين ايش المقصود. اللعب المالي النظيف فكرته كم مداخيلك وبناء عليه تطلع مصاريف
خلينا نقول المصاريف التشغيلية للنادي، رواتب العاملين وكذا. لا 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 مو برواتب العاملين، مصاريف تشغيلية زين، السفر، الفنادق، الطيران، الأمور التشغيلية غالبا ما تجاوز 20%. وما تبقى تكون هي كرة القدم، من رواتب، من مقدمات، من تعاقدات جديدة. فمتى ما حبيت أنه أنت تزيد من يعني من سقف الرواتب اللي عندك، لابد أنك أن تعمل على موضوع الأمور التجارية والتسويقية وزيادة الدخل. تزيد دخلك أول ثم ترفع سقفك مع اللاعبين. هذه فكرة المركز المالي، ولابد أنه يكون أيضا عقود حقيقية يعني مع شركات فعلا موجودة، مو شيء صوري يعني. لا مو شيء صوري، لازم يعني شركات حقيقية. هذه فكرتها ببساطة تامة، بحيث أنه هذا الرقم اللي أنت وقعت فيه مع اللاعب أو المدرب في عائد مالي يغطيه. دقيق.